واجهت السرطان لأول مرة بشكل مبكر نسبيا عندما انضممت إلى الصليب الأحمر وعمري 15 عاما. خلال هذه الفترة شاهدت العديد من المرضى يعانون من أمراض الأورام، وفي النهاية أدركت أنه في الواقع يجري دائما اتباع الطريقة ذاتها. واجهت السرطان لأول مرة في عام 2008 عندما كان يعاني والدي من سرطان الرئة. خلال هذه الفترة خاض جلسات علاج بالكيماوي الواحدة تلو الأخرى، وعلى مدار هذه الفترة بأكملها لم يظهر عليه أي تحسن ولم يفلح شيء في النهاية. إن الرغبة الملحة في فهم كيفية نشوء السرطان وكيفية تفاقمه ومدى قدرة جهازنا المناعي على مواجهته لطالما شغلتني بشكل مبكر للغاية في الواقع منذ دراستي وعلى مدار سنوات تعليمي بالكامل. في البداية سخر منا، ولكن اليوم تعتبر هذه إحدى أهم الأفكار التي ظهرت خلال 20 سنة الماضية في هذا المضمار. تخيل جهازنا المناعي على أنه شرطة المناعة، ورغم أن شرطة المناعة هذه نشطة في الجسم إلا أنه يتعذر عليها رصد الورم لأنه بمقدوره التخفي منها. ماذا لو كان بمقدور شرطة المناعة رصد ومهاجمة الورم عن طريق علاج مستحدث مبتكر للمناعة؟ ربما نتمكن من الانتصار على الورم. نحن نتعاون بالفعل مع العديد من الأطباء الذين يستخدمون هذه المادة في جميع أنحاء أوروبا. نحن على يقين تام من أن علاج جهاز المناعة سيساعدنا على تحقيق هدفنا، ولكننا لا نعرف بعد كم سيستغرق الأمر حتى الوصول إلى الهدف. ومن هذا المنطلق سنواصل العمل باجتهاد على هذا الموضوع في المستقبل. نحن على قناعة بأن السرطان مرض يمكن الشفاء منه، وأن جهازنا المناعي يمكن أن يلعب دورا محوريا في هذا الشأن. إذا تمكننا من مساعدة مريض واحد فحسب، سنعتبر هذا نجاحا يستحق العناء.